ليه عملت الرسمه كلها بالاخضر مش اي لون تاني. تعال نتفرج الرسمه دي اتعملت ازاي وهحكي لك بالمره السبب. اتفرج على الفيديو للاخر لان في كلام كتير في الاخر بخصوص الرسمه دي. حطيت الورقه بتاعتي وبدات الون بقى واحده واحده. حطيت الغطاء الاول عشان اخد المقاس بتاعه، بعد كده رشيت ابيض، بعد كده حطيت اخضر فاتح، ده لون مهم جدا، بعد كده غمقت شويه باخضر غامق وعملت بالجرنان، وهنا كان هيحصل مشكله كبيره جدا. ركز دلوقتي اللي هيحصل. بص 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 ده بيو، الموبايل كان هيقع من البلكونه وكنت هزعل خالص خالص، بس الحمد لله تداركنا الموضوع ولميت الدنيا وبدات من الاول وحطيت حبه اخضر من جديد، وقعدت اعمل بقى بجرنان كده سنه شويه مش نعكشه، حبيتها تبقى منتظمه شويه، وقعدت اغمق بقى الجناب اللي فوق بالاسود عشان تديني كونتراست كده وظل ونور في الرسم، والناحيه الثانيه المعاكسه ليها او الاوبوزيت ليها ابيض، وغطيت بالغطا بتاعي وقعدت اعمل بقى الجبال اللي هي واحده واحده كده. ايه بص انا مش احسن حد يشرح لك جبال، او مش احسن حد هيشرح لك هي بتتعمل ازاي، بس انا هحاول اقول لك المغزى من الموضوع او ليه بنعمل كده بحيث يعني تفهم التكنيك، مش مهم تفهم ترتيب الالوان لان الجبال رخمه شويه ومش كل الناس بتعرف تعملها، ولازم تبقى ايدك لذيذه شويه، وانا كمان كتير ما برسمش فمعجزه شويه. طيب نعمل ايه؟ المفروض بتحط بيزك الوان، يعني بتحط اللون الاساسي اللي انت حابه يظهر معاك كتير او يبقى سائد في اللوحه، ده بتحطه اول واحد زي الاخضر اللي انا حطيته في الاول. بعد كده بتغمق حتت بالاسود وتفتح حتت بالابيض، ده شيء بديهي. طيب بعد كده هتمسك بالسكينه بتاعت الزيت وتقعد تعمل خلطه كده، تحط ابيض مثلا وتقعد تنشف. اهم حاجه لما تبقى تحط الوان كتير لو هم سايلين شويه سيبهم لحد ما ينشفوا، وبعد كده عيد فوقيهم، ما تستخدمش ما تقعدش تتحرك بالسكينه كتير والالوان سايله منك، لا استنى لما الالوان تنشف شويه وابدا احط الالوان بتاعتك الزياده زي الابيض اللي انا بحطه ده، استنيت لما الرسمه نشفت وبعد كده قعدت احط. انا سايب لك الفيديو بطيء شويه بحيث تبقى يعني لو حد بيحب الخطوات وبيحب يحنتف شويه فممكن يركز معاها، ولكن قلت لك المهم تفهم التكنيك وازاي بتعمل الحاجه دي، ولكن مش انا احسن حد هيشرح لك الكلام ده، بس يعني زي ما انت شفت كده انا نفسي اصلا محتاس بالسكينه لو المفروض اعمل ايه، فاهم؟ انا ما برسمش جبال كل يوم ورخمه صراحه في رسمها بالنسبه لبقيه الحاجات اللي في السبراي. يلا نصرح حته الجبال، يلا بينا. المهم في جزئيه روشه جدا بقى انا عملتها وانا بعمل الجبل، يعني مش هعديها لك بسرعه، لا انا هسيبها لك تتفرج عليها، وهي حته الورقه دي. حطيت ورقه كده ورشيت اخضر ادى ظل كده شكله جميل جدا، هوريه لك برده عن قريب في الاخر، بس بجد يعني بص ادى زي خطوط كده شكلها جميل جدا بالسبراي، لو خامه ثانيه مش هتبقى احسن حاجه. في الكوكب بقى نفسه رشيت حبه ازرق خفيف كده بحيث برده نكسر اللون الاخضر ده، ما حبيتش تبقى اخضر صريح، والازرق ما بانش قوي في الاخر يعني انا بس حطيته ايه يغير الدرجه بتاعت الاخضر اللي ما عنديش درجات كتير، فلو عندك ازرق فاتح حطه بحس يديك درجه مختلفه، لو ما عندكش عادي مفيش مشكله ممكن تحط سنه اصفر تقل ايدك في الاخضر شويه تعمل او تصنع درجات مختلفه شويه من الاخضر، لان في مصر مفيش درجات كتير هم درجتين ثلاثه. وبدات اسود الجناب بقى بتاعتي واحده واحده كده، طبعا ما انساش اهم حاجه وهي الامضه بتاعتنا، لازم تمضي على الرسمه بتاعتك عشان ده الملكيه الفكريه بتاعتك. بس جيت بقى ارفع الغطا برضو حصل مشكله تانية زي الرسمه بتاعت المره اللي فاتت، ان الغطا لزق، ودي كانت حاجه بايخه جدا مش عارف ليه حصل كده. الغطا كان بايخ جدا بجد، والغطا ده غالبا ممكن اصور لكم فيديو وانا بعذبه، لان يعني مش اول لوحه يبوظها لي، حرام عليك يا عم انا بتعب والله. المهم الحمد لله تداركنا الموضوع وحبيت احط حبه اسود كده عليها بحيث اداري النتشه دي، بس يعني مهما تحط هي الورقه باظت، هو قشر حته من الورقه، فمهما تحط اسود مش هتتدار، هو بوظ لك الورقه نفسها او الخامه اللي انت بترسم عليها، فمش مشكله الوان بس. ده كان الرسمه في الاخر كده، تعالوا بقى اوريها لكم بشكل. انا في العادي ما بحبش اللون الاخضر في الرسومات، بحبها في الطبيعه اكتر، بتبقى واقعيه وشكلها حلو، ولكن قررت ان انا اتحدى نفسي وارسم بلون اخضر كل الرسم اخضر، او اللون السائد يكون اخضر بحيث اكسر الحاجز ده واقدر استخدم الاخضر بعد كده في رسوماتي عادي، واثبت لنفسي ان اللون الاخضر لون حلو جدا في الرسومات واقدر استخدمه بكل سهوله. فلو عجبتك الرسمه دي وفعلا شايف ان اللون الاخضر ده شيء مناسب، ما تنساش اللايك والسبسكرايب.